عبر مسلك طوله 10 كيلومتر بالنسبة لفئة الأكابر، نال العداء نور الدين عثامنة من ولاية خنشلة المرتبة الأولى في منافسات نصف الماراثون الوطنية الواحات في طبعته الرابعة التي جرت فعاليتها بولاية ورقلة. تنظيم وترحيب يعني في المستوى، وان شاء الله المنافسه تتحسن من موسم الى موسم، ان شاء الله يعني يكونوا اعدائنا اقوياء ان شاء الله، ولما لا تكون منافسه دوليه ان شاء الله. حصل المرتبه الثانيه في سباق واحات ورقله. السباق كان مليح، بارك الله فيكم، كان فيه تشجيع من طرف الناس تاع الصحراء. السباق عرف تنافس أكثر من 200 مشاركا من شتى ولايات الوطن من كلا الجنسين، ونظم بمبادرة من النادي الرياضي للهواة شباب الحرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار سياحة ورياضة. نظمنا الطبعة الرابعة بمناسبة احتفالات أول نوفمبر للثورة المجيدة، الطبعة الرابعة لنصف الماراثون الوطني اللي حضر فيه حوالي 40 ولاية. إلى جانب المنافسة الرياضية، التظاهرة تعد فرصة أيضا للمشاركين لاستكشاف ما تزخر به منطقة ينقوسة بولاية ورقلة من مناظر سياحية خلابة.